de blast et que bête l'émission. Tout de suite, هذه nouvelle génération. Pardon? Ah oui, faites attention. Tarak al Hanachi dit ma hadr ma yebdach. Merci. Dali, Dali Tunsi. Barsha énergie, ah oui. جميلة الفريق هذه اللي ديال العصلي مروان مزين اقوى مقلد يا فنان احمد العجيمي ما تنساش لا يدوان ولا ندوان نوفيل جيني غاسيون 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 يا فهم أحلى راديو هذه ساعتنا الثانية من نوفيل جينيراسيون 48 دقيقة مسين معكم حتى لتسعة متعليل نسلم عليكم ناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا تاش متابعونا عشان يوتيوب EFM TV ولا على باش فيسبوك راديو EFM على يميني كالعادة نفس الفريق يبدأ بمروان بوزينا مونغاتي مونغاسور عسلام مرحبا بكم في الساعة الثانية من نوفيل جينيراسيون ليديا العسلي هلو هلو مرحبا بك طارق مرحبا بالعباد اللي تسمع فينا الكل كوبا غانديامو يلتحق بينا أحمد العجيمي أهلا وسهلا طارق الناجي بصوار بصوار تلتحق بينا ليليا المعمري اهلا وسهلا ومرحبا بيا في الساعه الثانيه طارق وان شاء الله الروبريك اللي باش نعملها من بعد تعجب الراف من الفريق استغلالي وفريق صفر صفر هكا فيديليتي وحب بار كونتر بي كي يقولوا لك فيها في وجهك طارق شي ريت كي يقول لك اما خير فما برشا هو ما يعرفش اللي يتقال وراه حاجه يا اخي فما حد يحب يمشي راسين كاري نوع والله ماذا بيا دوامه طارق انا نحب نمشي لهم الكل ابو نحاول ماذا بيا نخدم في الاداره زاد علاش لازم نمشي للاداره كل كل باش نجم نخلص فيسا اوكي يلا حاضر الفقره نتاعك شنو هي الفقره نتاعك توندوز العجيم اليوم يا طارق اي بالحق اليوم إيه. بدلنا الوقت عملوها 8:15 حاضر يلا لا دوت سويت توندونس العجيمي يلا اول فيديو في توندونس صارت باش تصدم به ابو نعم اسم التيتر بعد ما ألح احمد العجيمي على الرف ماك الرف يقترح مروان بوزين صح اخويا انا كيكا صار لي بالضبط مبروك المروان اول فيديو في توندونس طارق عمره 8 سوايع عمره 500,000 اسمها جربت ترند العسل ترند العسل ايه ترند العسل اشهر ترند في التيك توك هو ترند عسل ولا ترند العسل ترند العسل اي كيكا باه اما بالمصري اسمه الترند هذا فيديو اسمه تحدي قبو الاشباح الغريب في قريه ماينكرافت هذا حاجه تخص جوبا جيمنج ودنيا وفازات عامله 87,000 في ساعتين الفيديو الثالثة اسمها كيف تنجو من الرمال المتحركة هذا فيديو يحكي لك انت تمشي للصحراء وتجي في رمال متحركة كيفاش تمنع كيفاش ما تبلعكش معناها كيفاش تمنع هكا تقعد في الفيديو تقعد تدور هكا بيديك ولدار كيفاش وفي الاخر تموت باهي فيديو اسمه ماذا يوجد داخل بئر زمزم باهي ما زمزم واحد هبط البير زمزم ايه شلقاه زعما ليه ما طلعش لتو باهي واجي جندوبي تنتدب لي ليديا عسلي ابو بين قوسين كذبة درشنية لا تمرين مكتوبة في بلاصة صحري بحري كذبة الفاتح من سبتمبر طرد يوشيم من فريق اقوى مقلب لصديقتي التركية هذي صديقة صديقة التركية اللي البارح طردوها ولا تبكي مستغرب كيفاش ولا تبكي عملوا لها براينك واحد اخر رجعوا للجروب طلبوا منها اسمها طردوها وعاودوا طردوها هذي هيلا 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 ذويدي هيلا تكشف معلومات عن زوجها وموعد ظهوره في قناتها اي اما تكشف معلومات عن زوجها فضحته طارق اي اش قالت حكيت انت حاجات ما يعرفهمش عليا ما يعرفهم حد شنيا مثلا شعره اي حاجه انت مع الاخر حاجه انت فماش حاجه ما انتم ما انتم فما حاجه انت ما ياسر ما لا فضحته قالت اللي هو يغسل مع المعون ساعات ويبلفط معه ذكرى الفيديو الاخر طارق عامله 6 ملايين فيو في ساعه اي الراف مبهر بنوفيل جينيراسيون الكل ها لا لا انا بركب وكان يحب يهزنا الكل باش يسكن مروان بالك انا بركه نرجع معاه ترجع معاه انت بركه والله يبين امين نقبل كان تقديم بالله تخف بلاصه الراف باهي معناها دوك الراف يجي نوفيل جينيراسيون دوك نقعد انت مشكلتك مش المحتوى شكون يقدمه مشكلتي الاسم الاسم يلا سيدي هذه كانت التوندونس العجيمي اللي فيها برشا شكوك مش نسبه كبيره فقط 99% ليليا المعمري اهلا وسهلا طارق شنو هي الحاجه اللي مش مصدقتها انا بعد ما حكيت على الغونتري سكولير المره اللي فاتت أي؟ اقتنعت اللي لازم نرجع
باش نعفس على قلبي ونرجع نقرا. حتى كي ما عفستش على قلبي نرجع نقرا والتعليمات من فوق معناها يجبروني اني انا باش نرجع نقرا. دونك اليوم باش نحكي على الليسيات. يلا توتويت مش مصدقه مع ليليا. مش مصدقه انا مش مصدقه الحاجات اللي يصيروا في الليسي في الليسي right. ساعه باش نبدا بالليسي توصل كل مدهونين فرد دهن ازرق وابيض والا جري وابيض صحيح وكي تلقى الليسي مدهون من برا اعرف القراي قربت اما ما يمنعش اللي راهو يبدا مدهون من برا كهو من داخل لي اي من داخل تلقاه هو بيدو دي مره كانوا مدهون من برا راهو مقرقش من الداخل ايوه كانوا مقرقش من برا راهو مقرقش من الداخل زيد ان شاء الله ان مره جايه دهنوه من الداخل اي باش نبدا بالعسيس نتاع الليسي تحسوا اي تحيالي اما تحسوا ملكو الليسي مول المول يحكم في الباب ويحكم في الاداره وكي تلقاه منرفز معني عادي يحل باب الليسي قبل ما ينقز هذيك شميته يعمل اي وفما لي سورفيون لي سورفيون يكرهونا على الاخر ديما في ديهم انذارات معني يقلق يعطيك انذار تتعدى قدامه يعطيك انذار ما يهموش مي عنده لي سورفيون كلمه ترد الروح اللي يقول لك روح البروف ما جاش صدقني صدقني نفرح بها اكثر من فرحه نجاحي من اكثر جمل تنجم تفرح تلميذ اي وذيك كنت نحبه اكثر من خويا اكثر جمل تنجم ترف جمله ياسر محليها معناها وديما في كل طفله في كل ليسي فما كل طفله اللي تدوخ هذيك عملت كونترا هي والدوخه مداد على طويل مدى كما قلت الطفله كونترا طويل المدى تاع دوخه تاع دوخه كيفاش بدات عيشتها مع دوخه هذيك بدات تدوخ في المكتب كبرت وليت وليت دانسوز بعديك كبرت وليت تدوخ في لي كور نتاع الدانس بعديك كبرت وليت تدوخ في مراكز التلقيح دخلت للراديو وليت تدوخ في البلاتو نجحت وعملت 300 ألف على انستغرام وليوا دايخين عليها وفي الختام نحب نوصل صوتي لوزارة التربية ما نحبش نعدي دوفرات نحب نقرا وكهو كيفاش ننجحوا نجاح نعملوه يا خويا يتصرفوا بالتصويت يتلموا لجنة بالتصويت لجنة يتلموا لجنة ويعملوا تصويت شكون ينجح شكون لا شكون ينجح شكون لا حتى هكا ما تنجحش اي كان لجنة تتلم باش يصوتوا لك اخر الناس نجموا يصوتوا لها باش ينجح عطاو نشوفوا بعدكم باش ينجح باش عندي لكم صورة شباب كالعادة وتعلقوا لي عليها هجوم المنتخب يا شبيبة فيه ثلاثة من الناس في القائمة الأخيرة اي فخر الدين بن يوسف اها سيف الدين الجزيري اي وثالث وهبي الخزري والسؤال من يقود هجوم المنتخب في قادم الأيام مروان بوزيان شوف طارق الفترة هذه الكرة التونسية صايرة فيها برشا مشاكل وعنا فقر في الهجوم وعنا شوية فقر في الدم في الدم قسنا إليه باهي نتحديك ترجم لي إليه البوست نتاعو بالعربي هو اللي بعد ما يماركيو يقول إليه ها يا الصورة أحمد العجيمي قدامك الثلاثي الهجومي شكون خمس ثمرات ذكا ذكا سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك المصري لا نحكي عن الروج شكون فيهم الثلاثة ترى ينجم يقود هجوم المنتخب القائمة اللي هو عملها شكون العجيمي القائمة مالها اللي عملها ذيك منذر الكبير منذر الكبير أي شكون ترى لا مصطفى بن احمد لا شكون في الثلاثه دوما ترى يقود هجوم المنتخب العجيم انا ما نفهمش في الكره طارق اما باش نعمل تحليل نفسي حسب العين باه اللي على اليمين ليه تحسه معصاب طارق اي ما يحطوهوش اي اللي على اليسار روج برشا اي ما يحطوهوش اي اللي في الوسط ما يحطوهوش طارق ابو شكون باش يلعب في المنتخب الراس والمدرب شكون؟ شكون الراف زاد الراف زاد اوكي باه احمد العجيمي انت حس ما حكيت معاك قبل في الكواليس قلت لي اللي هجوم المنتخب اليوم يعاني برشا في من المركز هذا قليل برشا فيه جوارات هكا ولا شنو المشكلة قاعدين يعانيوا فيها من الهجوم؟ الهجوم طارق تعرف في الكورة ماك تعرف طارق في الكورة وين ناصر؟ اي تعرف ماك تعرف طارق في الكورة كل كوارجي عنده معناها الكورة نتاعو اي دونك كل واحد يجد كورته ايه رأي ويقدم اذي كورة الحي مش الكورة المحترفة اي المحترفة تحكي ما تعرفش المشاكل ليديا شكون يقود هجوم المنتخب؟ لا
انا ما نعرفهمش، نعرف كان وهبي الخاص اللي نسمع به ديما، معناتها اسم يتعاود. وشكون اخر تعرفه في الهجوم؟ ونعرف كان يوسف المساكني عادي خاطر نتبع فيهم من اسباب طلاقه هذا يوسف المساكني. قوبة من يقود هجوم المنتخب عاد انت عاد اعطينا معلق الوطنيه اثنين. هو الخازري باين هكا فرحان زي فهمتني بين في شرها عليها باش يقودنا هو ان شاء الله. هو الخازري هو المفروض يكون في هجوم المنتخب. الخازري الخازري ننتظر غدوه الماتش تونس قوبة غدوه تونس غدوه تونس تونس تكور لاجيمي جا يعرفوا الماتش لاجيمي تونس وشكون غدوه تونس وكيبا اخرى ما نحبش نسميها باش تونس تيمور لها طلع الحمد الحربوي معانا اعتزل 36 سنه اعتزل قدم قرر الاعتزال رسميا خاطر جوار طياره برشا شفت ساعات فيديوهات والكل والله يلعب في بلجيكا اخر مره في بلجيكا في قطر وفي الترجي هو اعتزل خاطر ليدي عملت له فولو على الانستغرام. يلا سيدي موصلين معكم حتى للتسعة نتاع الليل في نوفيل جينيراسيون وبعد شويه يكون معنا الفنان اللبناني ربيع بارود وقعد معنا راجعين بعد شويه ماشي 28 دقيقة رجعنا معكم في نوفيل جينيراسيون موصلين حتى للتسعة متاع الليل كالعادة بقيادة مروان بوزين مونغاتي مونغاسيو ليبيا العسلي هلو هلو أحمد العجيمي أهلا وسهلا شبيك حزين حتى هكا بوستور تاع كئيبة خاطر طارق تونس تكور متحير ليبيا المعمري أهلا وسهلا وكوبانتيني يا نديامو على فكرة باللي تونس راهي تلعب كونتر غينيا الاستوائية ليه عاد ليه عاد كوبا ليه عاد كوبا ما تسميش ليك بلوخ جوب. عليه قلت لك ما تسميش ليك بالاخرى باش تونس تقعد يمر لها طالع معاش سمي كيبا منافسه كان شي كان جراف ما يخليهوش يعملها انا في بالي باش يقول لي بوب غينيا الاستوائيه تونس غينيا الاستوائيه وقتاش غونيا غونيا تونس وغينيا غونيا غونيا وتينسا تونس تونس وغينيا الاستوائيه 8 متاع الليل غدوه تصفيات كاس العالم كونتر غينيا الاستوائيه 8 متاع الليل اليوم اليوم ليديا فما عطب مفاجاه اصاب الانستغرام في بالك ولا في ولا والله ما فهمتش علاش انا بديت خاطر مانيش كونيكتي ياسر الجمعه هذيا اما صارت pendant 4 heures apparemment l'instagram تخلباض وما توقف برشا دي كونت وكل ما فهمتش علاش اما انا ما فقتش بها بتيت انا الفاز ما شبلش الناس الكل معناتها اما ابارامون الناس الكل متخلقه معناتها حس مره في الانستغرام انا ريت الفاز طارق جوني ابارامون ذي الفصل 80 صحيح على العالم الكل هبطت تصويره وجيت نشوف في الجامات يا اخي ندخل الفاز هذيك نتاع الجامات ما تحبش تتحل يقول لي فما في بالي من تليفوني الحكايه جربت تليفونه نتاع خويا يا اخي نلقاه نفس الحكايه بعد عاود رجعت عند خويا وعند تليفوني انا باقي ما رجعتش هو يا اخي خب معناها تلمو برشا جامات اي معناها باللايكات فوالا يا اخي تو مروان كي تقول لي انت تلمو برشا جامات ما تصدقش معناها المفروض ما تخممش حاجات مستحيله انا ذاك شنو تقولها لعجيمي اكثر غرابه تو هو الراف وجامات وما تبلوكيش الراف ما عندوش انستغرام بالله بيان سور ما في بالكش انت مان ما عندوش انستغرام ابو معلومه اخرى هذه لعجيمي كيفاش عشت العطل المفاجئ اللي ضرب الانستغرام والله انا قاعد متحير على ليديا ابو شيء اللي خلاك قاعد متقلق على ليديا مالك كيفاش عدت ليلتها والله قال لك ابارامون مش عملوا ميزاجور برشا تبديلات معناتها فما برشا تغييرات باش تصير في الانستغرام منهم لو في ديجا توا فما دي كونت ما عادش نجم تشوف لو نومبر دو جيم نتاعو معناتها صحيح وفما كي تحب تبارتاجي تصويرتك كيما كانت قبل سهله تاك تحطها في ستوري توا ما عادش تعمل يلا معنا من لبنان الفنان ربيع بارود ناخذ اكثر تفاصيل على الجديد نتاعو والعوده نتاعو اهلا وسهلا فنان الو مساء الخير مساء الخير عسيمة طبيعي شو احوالك؟ لكل المستمعين نسألوا على احوالك الصحية قبل كل شيء والله الحمد لله الحمد لله بخير الحمد لله ساعة قالوا لي تحكي برشا تونسي على ذاك يقول لي اليوم سهلة ياسر المحادثة ايه عادي احنا نحكي تونسي بالقد ديجا اكدنا مروان قال لي نحكي تونسي بالقدا لا ما بالقدا نتاع بالقدا باللبناني نتاعنا صحيح يلا نجاح تعتبروا نجاح الاغنيه الاخيره ربيع الاغنيه يتبع 739 الف مشاهده في شهر راضي على الارقام هذيا بعد شهر ولا اول شيء الحمد لله يعني الاغنيه اهم شيء عم نسمعها بالسيارات في بيروت حاب الجو اي طبعا الارقام يعني مش هي دائما الغفاء نتاع النجاح يعني اكيد فما ارقام اخرى عملها ربيع 15 مليون وفات برشا ارقام في اليوتيوب هكا طبعا طبعا هلا يعني مرات انا الاغاني اللي بنزلها بتاخذ وقت يعني عفوا صار لها سنتين وبعدين الترند بلبنان وسوريا اجاني نوتيفيكيشن عندي على يوتيوب انه
عصابة ترندنج بسوريا وبيروت، فهي عمرها سنتين الأغنية، فمرات بتاخذ وقت الأغاني لترجع يعني يتبع مثلا عمرها شهر بس. الأغنية يتبع قديش قعدت باش تحضر ربيع؟ صراحة هي الأغنية أنا كان عندي ألبوم جاهز قبل كورونا، يعني الأغنية عمرها سنة ونص، بس أخرت الألبوم كله لما أجت الكورونا طبعا تغير البلان الكل، فأخرت رجعت صورت كثير مؤخرا لبيروت بلبنان، يعني طبعا في منطقة مشيكة على البحر اللي طبعا المستمعين لما يسمعونا يمكن شايفوا كثير، ونزلتها هلا من شهر. نزلتها هلا، الأصداء باهية في العالم العربي، في الدول، في لبنان، في مختلف الدول العربية للغناية حتى التوا. والله الأغنية يعني أنا أقول لك الستايل تبع الأغنية تبع فوق اللي عملت نجاح كبير، حبوا الناس، كان شيء جديد مختلف غير الأغاني إذا بدك الرومانسية اللي تعودوا يسمعوها بصوتي، كان نقلة جديدة من عفوقة، وهي من نفس اللون، من نفس طريقة التوزيع، فالناس عم تحب هذا اللون هيك شوي فرح وطمر وفرش. واضح. ربيع انت شاركت في اكثر من برنامج من برامج المواهب، البرامج اللي موجودين اليوم نسالك عليهم، برامج المواهب اليوم يلقوا استحسانك؟ يعجبوك البرامج اللي موجوده اليوم تاع المواهب في العالم العربي؟ ذيك هلا طبعا البرامج هي فرصه كبيره للمشتركين، عم بتكون البرامج الجديده يعني اذا بدك نسبه مشاهده عاليه جدا، وبنفس الوقت عم بيكون البرنامج عم ينجح على ظهر المشتركين، يعني اذا بدك بيخلص الموسم الاول بتلاقي الناس بعد ما حفظت اسماء المشتركين بيكون بلش الموسم الثاني، فهون كل فنان لازم يجتهد وهو يعمل بروحه بقى، يعني يجتهد ينزل اغاني كرمال الناس تضل حافظته. واضح. من اكثر لي بوست اللي داروا هبطهم انت ربيع على الانستغرام وحكيوا عليهم برشا المتابعين بتاعك، اللي حكيت فيه على لبنان اللي كتبت فيها عذرنا يا لبنان لان انتخبنا مسؤولين ما عندهم حس بالمسؤوليه، اكيد جيتك برشا تعليقات على الستاتيو هذا اللي هبطوا البوست في الانستغرام، هكا ولا؟ صحيح. هو انا بالعاده شخص ما كثير بتدخل بالسياسة، بس الوضع اللي وصلونا عليه بلبنان ما بعرف إذا تونس عم بتتابعه ولا أكيد عم. أكيد نتابعه أكيد. ما في لبنان الوضع يعني كاتاستروفي، ومثل للأسف مثل حال البلدان العربية الكل يعني. فاستفزني الموضوع، أنا حكيت إنه مين لازم بالعكس لازم بقى نحكي إنه عن جد المسؤولين ما عندهم مسؤولية، لأنه اللي عم بيصير من ذل المواطنين بلبنان، ولبنان ما تعود يكون هيك، والمواطن اللبناني متعود يكون بهالذل يعني عم ينزلوا. حتى كنت تندرت انت بحكايه البنزين اللي صارت في لبنان، هبط تصويره مع الكهرباء، قلت عنا السياره ما عنا البنزين. صح، انا عملتها بطريقه شوي اذا بدك فكاهيه، بس هو هذا مضحك المبكي، لانه عملت الوضع اللي وصلنا بلبنان، ان شاء الله الله يعطي الامور على خير ونخلص وترجع هيك، يرجع لبنان وبيروت احسن من مكانه ان شاء الله. متابع الشان اللي صاير في تونس من تغييرات من 25 جويلية لليوم، متابع شويه ولا ما ماكش برشا متابع للشان التونسي؟ بصراحه انا دائما بكون على اطلاع بكل شيء عم بيصير بالاخص بتونس، بس مؤخرا مع اللي عم بيصير بلبنان سمعت بس اخر احداث الحرائق اللي صارت بتونس، واكيد كثير تاثرت على اللي صار، بس هي فين ما عم تابع كثير. واضح. ربيع فما اخبار تقول انه الاغنيه الجديده الربيع اللي تصدر بعد ايام ولا فتره مختلفه شويه على خدمه ربيع قبل، هكا مظبوط؟ مين خبرك؟ العصفوره تبعنا. ايوه العصفوره. طبعا انا حضر صراحه اغنيه جديده بنكهه جديده بتوزيع جديد وفيها يعني هيك شبابيه الاغنيه كثير، فان شاء الله ان شاء الله بالقريب العجل، بس نعطي شوي يطبع وقت بوقت يعني بعد ان شاء الله، مش اكيد ما في مش قبل شهر يعني. واضح. ان شاء الله نتمنى لك التوفيق ربيع في الاعمال الجايه ونجاح اكثر لاغنيه يتبع، وان شاء الله يتبعها نجاحات اخرين في لبنان وفي العالم العربي الكل، ونتمنى لكل اللبنانيين الصحه والعافيه والناس الكل اللي يسمعوا فينا. كان عندك كلمه اخيره، رساله اخيره ربيع؟ بدي اشكرك على الانترفيو، واكيد برجع تحيه لكل اللي عم يسمعونا ولهم اللي يتابعوني على كل السوشيال ميديا ربيع ضرور، وان شاء الله قريبا نلقاكم بالاستديو عندك في تونس.
ان شاء الله. مرحبا بك في كل وقت ربيع بحذنا، نتمنى لك التوفيق. شباب عندي لكم صوره باش نعدي لكم، تعطوني التعليق. نهج اسمه نهج شنيه زعما مروان نهج نعدي لك شنيه تريبينال لا قوبه ولا العجيمي ولا الفريق نهج الخلدون نهج الخلدون لا نهج برشلونة لا ليه نهج برشلونة نهج برشلونة نهج اسمه نهج التفاؤل. لما نحبكم تشوفوا التصويرة تنوصفوا للناس اللي تسمع فينا وصف لهم مروان نهج التفاؤل قديش نهج التفاؤل قديش فيه وصف صحيح للنهج. نهج التفاؤل قدامه برشا بوبيل برشا زبلة حشاكم فهمتني على اليمين وعلى اليسار، وكترى البنية وكترى البارابول وكترى الفوق المرمى اللي مغادي السيس ركز لي على السيس السيس مترى حتى تفاؤل موجود باركونت البلاك نتاع نهج التفاؤل جديدة هذيك اللي تعطي التفاؤل هي البلاكة جديدة والباقي كل معاها كل قديم كل شيء قديم ما عدا البلاكة والحيط مش مقشر اي صحيح ليديا لا النهج كيما هذاك يتعدى بحذاه هل تتعب بجرعات التفاؤل ولا حاجة حاجة مش بكش جهة بجهة معناتها لازمك تشوف الجهة الأخرى متاع التصوير علاش تظلموهم. أما نهج التفاؤل ظهر لي فيه جماعة يبيعوا في حاجات ما عندها عندها علاقة بالنشوة عندها علاقة بالتفاؤل فما جرعات يعملوها غادي صحيح فما شكون يبيع في الجرعات غادي. فيما يخص التفاؤل نتمناه غدوة حظ سعيد المحمد نتمناه غدوة حظ سعيد محمد علي بن سالم غدوة سوتونونس نتاعو وأصدقائه ذي وإم يتمناوا له النجاح غدوة وإحنا الكل نتمناوا له النجاح غدوة في السوتونونس العجيم يستدعى قال لك أحضر معنا في سوتونونس وين هي سوتونونس؟ أما في سونترفيل نمشي برشا جيو برشا حلو نمشي ومحاضر الراف دي ماشي اللي هو الراف موجود ما نمشيش طارق وأنا موجود ما أنا نمشي يلا واصل معكم حتى لتسعة متاع الليل ينجم الليل وراجعين معكم بعد شوية. يلا رجعنا معكم في نوفيل جينيراسيون مازين حتى لتسعة متاع الليل. تحية لكم ناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. الفريق كالعادة بنفس القيادة مروان بوزينة ليديا العسلي هلو هلو أحمد العجيني هلو هلو كوبا انديامو ومعنا ليليا المعمري اهلا وسهلا. سمحني طارق سمحني اي ما خليتونيش نحكي قبل قصيتوا عليا على تصويرة متاع التفاؤل نهج التفاؤل تحب نرجعوها لك رجعوا لي نهج التفاؤل لكن نجموا نرجعوا تصويرة نهج التفاؤل هو النهج كنا حكينا عليه قبيله الناس اللي تسمع فينا اي نهج التفاؤل ان فيت مكتوبه رو دو لوبتيميزم صحيح ترجمه بالغلط التفاؤل نورمالمون بالفرنسي لوبتيميزم لوبتيميزم دونك احنا زلنا جوست ما نعرفش الحقيقه شنو معناتها اوبتيميزم بليتر الترجمه للعربي هي اللي غلطه اي انا نقول الغلطه في التفاؤل مش في الاوبتيميزم هذاك شنو هذاك شنو يولي بشوي صحيحه غير دوبتيميزم ديريكت ديريكتومون من غير دو لوبتيميزم ايش رايك باي عمرو بشوي صحيح نحلوا بلاكا عندكم تساؤل انتم الاولاد حسيتوا حبيتوا والله تخصر. عندي تساؤل اللي هو قاعد يجيني من المستمعين زيد قالوا لي يا اخي شنو هي حكايه طارق ولبنان والفنانين اللبنانيين كل يوم واحنا خويا مع نجم من نجوم لبنان قول لنا خاطر من الفلوس ماناش قاعدين نذوقوا فيها طارق ومش مش نذوقوا فيها معناتها فلوس لبنان هذه بدات تظهر عليك من حوايجك كرهبتك تبدلت أي؟ من برشا حاجات هي اللهجه ساعه صبغت سامحني شنو اللي تبدل في الكهرباء اللي نتاع بابا ديجا لا عاد ما جديده اللي تخبيها في الدور يا وليد فلوس لبنان بدات تبين عليك ترى في عوتة ونحن نشجع في التوينسا انت لبنان وانت تحب وائل كفوري وكذا فما مفاجاه الجمعه الجايه انتوما الكلها سوريا الله بالله اي حتى سوريا قريبه لبنان صحيح عملوا حاجه باهيه طارق شنو نسمعكم شي ماكش معانا انت نسمعكم وين ماشي وين ماشي ما نجمش نقول لك طار ما نجمش نقول يا راجل اللي يبعد ينجم يلقى روحه وراه في حد شيء لمنا لمنا بالله برشا عملوها كيفك كان بعد ورجعت نحكي يا سيدي انت عدت وتسويت في 30 ثانيه مروان بوزيان خويا وضعي خيالية شويه قول لي مونغاتي امورك الماديه صعيبه لطف يا ربي اوكي خيالية اي لا عجيمي وضعية خيالية شوية باه امورك المادية صعيبة اي باه صعيبة برش باه باقي في الواقع باه عندك ولدك يتكيف اي سيس نورمال وانت وانت مكبش فيه انه بطل دخان انا مكبش فيه بطل دخان تحبوا تكيفش تكيف انا وياه نهارة اللي بطل ولا يترينا ولا ياكل برشا برشا يحب يموت في صحه جيده نهار اللي بطل ولا يترنى ياكل برشا برشا فواكه برشا روز برشا شيء ولا يتكلف عليك ياسر صحيح شنو تعمل باش تقنعه انه يرجع للعادي نتاعو والله طارق معناها حسب ما فهمت في الوضعيه هذه لا خلطت باش نشري له حق دخان أي؟ ولا خلطت باش نعطيه فلوس لونترينمون علاش ما يخرجش يكري وحده العجيمش
العزيمش العزيمش أي. طارق انا هو اللي ترانا اسمع الرافرا ديما يعطي اسامي شهره باسامي كورجيه مثلا ما عنده كمانزوكيتش و صحيح يسمي راميريس عنده كتسميات لا لازم يمشي يسميه فاتي نمرو 10 تاع ميسي دار اللي باش يسميه جيرو اي يلا العجيم طارق انا يبدا ولدي ترانا نبوخ له في وجهه شنو نبوخ له في وجهه اي شنو هي المستوى شنو هي المستوى والحاجه ما لو كان ولا تحب ورجع تكيف ولدي ما نحبوش رجع تكيف نحب تقنعه بحاجه باش ما عادش تتكلف لك برشا بين نبوخ له في وجهه ونقنعه ميم طون باهي ليديا انا ساعة سبور خاطر هو بدو يتكلف معناتها ننصحه باش يبطل السبور في السالة واللي يجري وحده في الهواء الطلق هو ديجا خير معناتها منك تتنفس هواء نظيف فهمت ورك اوت وننصحه حتى انه يتكيف الدخان ارخص اكاو رد بالك في الهواء الطلق راه نجم يتكيف حاجات اخرين اختيره يحكي لك عليهم جوبا يحكي لك عليهم جوبا هاي جوبا هو بطل دخان وما بطلش هو قاعد يترنى وبطل دخان بطل دخان قلوش نعملوا سيجار ونسلم عليه صلى الله عليه وسلم ونبدلوا الرأي شوية مولاي طارق راهو صحيحة الحكاية هذي أنا أخويا وقت اللي تخلي ترنى كان بلاتو عظم أخويا شد بالأربع خمسة أيام ولا يضرب على الصباح حار عظم ونية وبعد كي يجي يعمل معناه بلاتو عظم ولا اللي هو وحده على نهارين فما عليه ولا يكونسوميو برشا وياخذوا في هذاك الشوفين وياخذوا في درشنية معناتها تكون رايض تقول ولدك برا ترنى تحل فيه وما يجيش يتكلف برشا في تونس معناتها والهيلثي لايف ستايل نتاع الاغنياء معناتها تسمى توا ليليا انا نقول شنو الخلط الباهي اللي تبع فيها زي انا بيدي زي مره حكايه الماكله برشا والمصروف برشا كنت دخلت ترينا صارت لي كي دخلت ترينا انت دخلت ترينا دخلت ترينا الظاهر واضح حتى انت دخلت ترينا الاعظم انا صدقوني اكثر منك انك تقول لي خممت باش ترينا ما نصدقكش ايماجين دخلت ترينا باهي يا سيدي نسكم وضعي اخرى ما صدقتنيش بهذه خرجت مع اصحابه في الكربه في الليل العجيمي جيمي لا جيمي طارق باهي انت ما فوقكش اوراقك وقفتكم دوريه كالعاده اي كالعاده عطيتهم اسم غلط مش اسمك الاسم الغلط هذاك طلع واحد روشيرشي فاش تقنوا في 30 ثانيه لازمك الساعه تقول له لي انت كذبت اما تقنوا بحاجه اخرى باش ما وقفكش عليها لا نقولوا راني نكذب عليك ونمشيو للدار نمدلو بطاقه تعريف نتاعي معناها تجيني في كذبه ولا 6 اشهر تصوروا امني انت بالوسع البال هذا شي معاك للدار يثبت فيها ولدك راه تو ذي حكايه تحكي فيها اي ندورنا الامني نقولوا تو انا جيت مشرشي انا عشان تعطيك اسمي وانا نعطيك اسم غلط ديجا من الماء اما نعطيك اسم صحيح ابو اي ما قنعتنيش ليليا ما عنديش برمي طارق ما عندكش برمي جوبا انا نقول له خويا قادم من قاضي نقول له اي خويا ليديا نقلب عليه الطرح اي كيفاش انت علاش تسال فيه بالطريقه هذه انت اللي فجعتني اي باهي مروان بوزيان نزلك لدومينك القرايه مواطن نجح في الباك بتسعة معدل شنو تقصد يا اخي شنو معناه خليني مثال شنو هبت ساتيو كده في تحصلت على معدل 9 في العلوم التجريبيه ونحب نطلع طبيب ولا محامي كيفاش نتصرف كيفاش تقنع في الليل نجم يطلع طبيب ولا محامي كيف نجم يطلع كنوي ومتعلم بينا نجم يخدمها بتسعة والله يا قديش جايبه 9 9 9 ويحب يعمل نجح بالاريتميتيك نجح بالاريتميتيك ليه نقول له عايش خويا شوف كان انت معناتها توا وتسعة وحلنا فيها تصور انت 5 سنين فهمتي بعد الباك ورا ما عنده وين يوصل توا الطب تعبين توا في الكوبا صحيح كله اسمعي باش توصل في الطب هذا راهو ما باش تشوف المرض وكذا ننصحك باش تستحفظ على روحك شوف اعمل فورماسيون وراه في ساعه عامين وفي ساعه ما تدخل تخدم سايب عليك من الطب لوجيك برشا ليديا ليديا قول هو قلت لي جايب 9 يحب يعمل ميدسين والا محاماه بون ننصحه يعمل هندسه خير هندسه اسهل هندسه اسهل وارقى ايش عندنا في النجاحات الرياضيه ليديا مش نورمالمون يجيبوا 9 يعملوا سبور اي كيما ليديا ايش عندنا في نجاحات الرياضيه ليديا ما يعملوش سبور عندنا برشا حاجات يلا ايش عندنا ليديا لا كيكا بلون هذاك لا انا نستنى في الجينجل نتاع جواب لا لا عشان عندك بلا جينجل مره هذه ظلمتني مره هذه ماشي هي جينجل يلا سيدي ابطال جيو ابطال مع ليديا العسلي هاي ليديا عنا ميدالية برونزية من عند رؤي جبالي اللي حكينا عليه البارح دايوغ وقلت لكم راو نتفرجوا فيه في النهائي متاع سباق 400 متر اي دونك توج بالمرتبة الثالثة دونك نباركولو ونباركو زيدا لتونس في بالميداي هذية عنا زيدا حاجة مشرفة برشا تونس اللي هي الليكيب ناسيونال متاع تنس دو تابل اي اللي الليكيب ناسيونال متاعنا اللي تلعب في الشامبيونا دافريك توا حاليا
ترشحوا للبطولة العالم في 2022 إن شاء الله باش تكون. مبروك عليهم. وعنا وليد كتيلة اللي عنده تصفيات 800 متر في البارالمبيك زادا كيف كيف في طوكيو 2020، يلعب مع مثلثة ونص متاع الصباح نجمو نتفرجوا فيه زادا في الشان سبورتيف. هذو هما الأبطال اللي نستناو المواعيد متاعهم وإن شاء الله يشرفونا بميداليات أخرين. باش نرجع بكم لبنان شباب، بما انكم شديتوني في لبنان تأبرني. فما صوره باش تجينا من لبنان اللي هي فتيات لبنان يطلقنا حمله يا احمد هاشم. شنو هي الحمله؟ يلا الصوره الصوره من الصوره الصوره وين الصوره؟ شنو هي الصوره؟ اعطيني توقعاتكم الحمله قبل ما تجي التصويره. حمله بنات لبنان يحبوا على بنات تونس يعرسوا من غير مهر. هذه هي الصوره، يعرسوا من غير مهر. وين الصوره؟ هاتوا تجي هيك عندك الاخبار. فتيات لبنان ما بدي ميك اب يطلقنا حمله تزوج يطلقنا حمله تزوجني بدون مهر لذي العسلي. يا في تونس ما تنجمش تصير مدام المهر دينار. انا دينار تونس مع العرس 3 مليون في بو خاطر فما بلدان عربيه كيما مثلا لبنان الاردن السعوديه بلدان خليجيه كيف كيف راهو المار يعجز معناتها رجال باش انهم يعرسوا. فهمت حبيبه قلبي وما يتسب واحد محلاها الطفله طارق في تونس. محلاها الطفله طارق. شي اللي جلبك في الصوره مزيانة شو ضحكتها طارق، شو السلام اللي في عينيها، شو شكل الابتسامه الصادقه طارق. انا اصولي لبنانيه طارق. ياسر سطحي ظهرت نحب نقولها. شوفك اللي التالي هذاك اللي لابس بالاخضر، شوف الحزن والتعب اللي في عيني. انا تصورتك انا نخسر كل الجانب، انا نخسر كل الجانب الباهي طارق. لما حكيت مع الراف قال لي ماذا بيك في الدنيا هذه ديما تكون بوزيتيف، انا ما تخزرش النيجاتيف. انا الراف كنت باش ندخل معاهم قال لي ديما اغزر للنقطه اللي ما يغزر لها حتى حد. انا قال لي ما تسمعش كلام طارق. انا طارق نحب نقولها تتزوجيني وبالمهر كمان. بالزوز غوبه والله تستحق مهر برجوليه. والله ماذا بيا تجيب لنا انفيتي مره هكا. والله انا الناس اللي يسمعوا فينا ماهمش في الاف ام تي في يقول لكم راهم يبالغوا على في الجمال نتاع الطفله اللي يحكيوا علينا. بالنسبه لي عادي ماهوش حاجه. والله شنو احنا عندنا بنات توانسه مزيانين برشا برشا صحيح. وما شاء الله عليهم. وتوا فما بلدان عربيه يتسبوا مش يتسبوا بالحق مع طلتهم المهر معناتها اللي يحب يعرس وما عندوش فلوس. وما في تونس ما فماش مهر ومتعطلين وما فماش عرس. ممكن ما خلطتش برشا ممكن سامي. لا لا عرفت من سي جميليه لما حكيت لهجه طارق حكيت لهجه عرفت برشا سامي جي. هاي ليدي تقدم معنا مثلا تعرف سامي زينات. لي حكيت له حكيت لهجه طارق كي تحكي معك حبيبي تقبرني كي تحس فما هكا. انت تو ماك باش تخالف. اسمعني طارق كي تجي من عند بنيه لبنانيه تجي محلاها. اما كي يجي راجل يتكلم باللبناني ما نعرفش نحسها يقولوا حبيبي برشا نحسها ما فوالا ماهمش سيريو بالرسم. نحسهم ينافقوا شويه في الكلام نتاعهم الرجال اللبنانيين. باهي نعدي لكم صوره واحده اخرى جات من محب لليوفي اللي هو فريقي انا هكا ولا ايوه اليوفي اللي هي جوفانتس احمد العجيمي. وين تلعب وين وين تكور يعني. بما انه رونالدو خرج من اليوفي ومشى للوين احمد العجيمي؟ مشى لمانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد بتبيعها دونك جورجينا باش تخرج من مدينه تورينو. هبط محب قرا لنا قوبه شنو هي هبط قال لك اقرا بالعربي تخرج بالطاليان مشجعين يوفنتوس اللوطه على الاقل اتركوا اتركوا لنا جورجينا فيها على الاقل خليه جورجينا. اي انت مع كان جيت محب اليوفي تطلب طلب كيما هكا. والله طارق جورجينا والله العظيم نحسها معناها مش نورمال. اختياراتك غريبه لانس انت تو ماك باش تخالط الراف مش نورمال. انت اللي تشوف نورمال ما تشوف نساء اخرين جميلات مجتمع. انا يهمني كيف الخدمه طارق ابو يهمني كيف الخدمه يهمني كيف العمل انك نبغى نخدم طارق ونغزر لحتى امراه ابو وي وين هذا في الخدمه في المسرح هذا خاطر فيه كان رجال. مروان الجمهور اليوفنتينيون احنا يسميونا اللي نحبوا اليوفنتينيون اللي يسميوهم هما صحيح برشا يطالبوا انه جورجينا تقعد في تورينو ويمشي رونالدو. والله يا رونالدو نصور يوافق راه ابو على خاطر رونالدو مش قاعد يغير عليها طارق. كيفاش ونحب نحكي مع بعض غير جمله رونالدو طارق مش مغير جمله طارق شفت صورة جورجينا كيفاه انت راه فضايع راه بعث له مساج لرونالدو قلت له برو في قرا وضعك شنو قلت تحيه يا طارق تو براك مش نورمال معناها الراجل الكور على روحه وهي تصور كيك نتاع قلت تحيه وقلت تربيه وجميع العالم الكل يتفرج العالم الكل راهو مروان العالم الكل
ونزيدك حاجه طارق هذايا عيب عيب مش موصول راهو كريستيانو رونالدو من شيام نتاعو الرجوله ايش بيتبدل طارق سحرته ليه سحرته طارق وعلاش الغشوت علاش ما نحبش ما يغيرش عليها طارق عامله بيب نتاع غوتشي ولا شنو هي بريس كارينا في تصويره هو ميم با البلاتو هذاك اللي تضرب فيه بيدي نكسر نكسر البلاتو انا اخويا باش نوصل الميساج هذا خراف مش عاجبه الموضوع اللي قاعد يصير هو مش عاجبه نكسر في البلاتو باش يخدم فيه هو يلا طارق زاد باش نضيف لك حاجه اللي هي نحب نقول له رونالدو كانك تسمع فيه ولا الناس التوانسه اللي يعرفوا رونالدو يا خويا اللي يعرفوه علي اسمه علي ما ولا التونسي اللي يعمل الروب الجورجينا علي قروي صار التونسي يعمل في الروب الجورجينا عرفت فاهمنا يا ترى والله عرفت فاهمنا هادي من بار تتستر اسمع في بالك نفس اللي يلبس في جورجينا هو اللي يلبس فريق الرفماق الكل بجاه ربي سا جورجينا بيه نحب نقول له وصل رونالدو قول له راهي ما تحبكش وراهي ما هي تحبش الكره اللي انت تعمل فيها على خاطرك المره انا في القهوه نتفرج في التورح رونالدو قاعد يكور حليت الانستغرام نلقى حل لايف تشري في المراول ابون معناها فارق انا نحب نحكي مع رونالدو نحكي مع رونالدو يلا نختم الرساله نتاعك رونالدو راهي تحبك على فلوسك خاطر هو بارمون نكس خلطه طارق تحبك على فلوسك ما تحبكش على طبيعتك وقالت مره في انترفيو مع رشي طيب انا اخزر انت رونالدو ومن بعد تقدر فيه الطفله دي مع ريانا اي اللي انا اسمع كي يحذر عليها ويتعاركوا ما انت وياها بتوريش تهب التصوير تساك اي على فكره right. اخر ستاتيو هبطها الراف احترم جدا افكار كريستيانو رونالدو شنو هي احترم جدا افكار كريستيانو رونالدو فو بروفيل هذاك افكار كريستيانو رونالدو يفكر بسخيه رونالدو يفكر رونالدو ما يكور رونالدو ماركي شكرا لكل افكاركم كل الفريق العجيمي شكرا جزيلا اما مش معقول طارق شنو رونالدو نحي مريول تحي معاه شكرا ليليا المعمري كوبا مروان ليديا العسلي ترفض الكونجي اللي طلبته غدوه الله غالب اي باش تتوحشوني غدوه اي في ليميسيون بيان سور معناتها باش تكون ايميسيون ننصحكم تسمعونيش وما تفرجوش فينا في اي اف ام تي في خاطر انا باش نكون غايبه عليكم فهمتوا وباش تكون بيان سور ايميسيون ماهيش هي هذه رساله هذه رساله تعطيها في راديو في ايميسيون انت فاهم ما تفرجوش فينا خاطر انا مانيش معاه اي لا بتفرج في اف اقعدوا تفرجوا فينا لاخر البرمجه الصيفيه خاطر ليديا معاش باش ترجع معانا جمله تلقوني في الراف حتى هي زادت القهوه في مكان اخر شكرا لكم الناس الكل اللي تابعتونا من 7 إلى 9 تعليل كان معانا خليل في الاخراج منذر ذويدي وحلمي بوربيع في الاعداد حازم سوسي وام جدي في الاي اف ام تي في بعد شويه كالعاده وليد زريات والربح يوصل حتى ل 600,000 يلعب يلا حنقابل غدوه في نفس التوقيت الى اللقاء تشاو تشاو